السلام عليكم. أقدم نفسي، مازيد أمين، طبيب مختص ممن أجبر على الهجرة من الوطن على غرار باقي الزملاء. أود أن أتحدث اليوم عن قضية الممثل المعروف أوغروت صالح الذي أرسل للعلاج بفرنسا. أود أن أرجع إلى الوراء مع قصة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة للتذكير، الذي قضى ما يقارب 20 سنة من الحكم ولم يبني لنفسه مستشفى، لكي لا أقول للشعب الجزائري، وأهنت الجزائر في وقته لرؤية العالم رئيسا عاجزا في كرسي متحرك متمسك بالسلطة، وصرفت عليه ملايين الأوروات من أموال الشعب الجزائري للعلاج ولم نرى نتيجة. فبوتفليقة اليوم لا يقف ولا يتكلم. منذ ذلك الحين لم نحفظ الدرس ولم نبني مستشفى أين يعالج الجزائريين، ومن بعده يتهافت المسؤولون والوزراء من مستشفى أوروبي إلى آخر فيما يعالج المواطن البسيط في المستشفيات الجزائرية، منتظرا قدره المحتوم. صالح أوغروت نقل بتوجيهات من رئيس الجمهورية وتضافر جهود 3 وزراء، هم وزير الصحة، وزير الثقافة، ووزير العمل، الذين تفاخروا لكونهم جهزوا ملف التحويل في وقت قياسي. ذهب بطائرة خاصة، تكلفة الطائرة على الأقل 400 مليون بدون احتساب ثمن العلاج في مراكز أوروبية لعلاج السرطان، وهي تكلفة بملايير سنتيمات. كل هذا يدفعه الضمان الاجتماعي من أموال ومن اقتطاعات العمال الكادحين الذين أفنوا حياتهم لكي يحصلوا هذه المبالغ، لكي يضمنوا علاجهم، ولكن أموالهم تذهب لتحويلات للخارج. في الجزائر يوجد آلاف كيما صويلح، آلاف ممن يعانون في صمت، ممن يتألمون في صمت، وممن يموتون في صمت. لا يوجد مستشفيات في الجزائر، لا يوجد مستشفيات، لم نبني مستشفى بمعايير محلية فما بالك بمعايير عالمية. الجزائري يهان وليس له كرامة وليس له حق في العلاج، الحق في العلاج مكفول دستوريا، وقيل لنا أننا في أحسن منظومة صحية في إفريقيا، فإما أن نبقى جميعا في المنظومة الصحية، وإما أن نحول جميعا إلى المستشفيات الأوروبية كما حول صويلح. كل له الحق في أن يحول. أين مبدأ العدل والمساواة؟ أين الحق في العلاج المكفول دستوريا؟ أين جهود الدولة؟ ونحن نرى ميزانية الصحة التي هي مجهرية مقارنة بوزارات أخرى التي بالمفروض لا جدوى من وجودها، بدون دخول في تفاصيل. أذكر من يشاهدونني أن مرض سرطان مرض مستفحل في هذا العصر، وكثير من الجزائريين لا يجدون حتى موعدا للعلاج، فما بالك بتلقي العلاج الكيميائي والإشعاعي إلى ما غير ذلك. لقد اتصل وزير الصحة على حد علمي بمستشفيات العاصمة مصطفى باشا وبليدة، وأعرف جيدا هذه المستشفيات، ونقول للمواطنين يروحوا يشوفوا بأم عيونهم كيفاش الناس تجي من ولايات بعيدة جدا، وكيفاش الترقيم تاع اللوحات من كل الولايات، يجيو يفترشون الأرض في مراحل متقدمة جدا لمصالح متشبعة، ما كاش بلاصة، يشوفوا المعرفة المحسوبية، وهذا نتيجة حتمية لكل مصلحة تعرف ضغط، وهذا من سمة العالم الثالث، يعني ماشي من العالم الثالث، يعني لا يوجد وصف للكارثة الصحية هذه، لأن نشوف فيها ناس يجوا يتعبوا ما عندهم حتى واحد، يقعدوا في الأرض ما عندهمش فرص للعلاج، ما عندهمش فرص للحياة كما الناس اللي سعفهم لحد اللي يعرفوا السلطة واللي يدوروا في الفلكة
ومانيش نتكلم على صالح وقروت، يعني ندي للموضوع يعني بكل جوانبه. هاد الناس باش يلحقوا ديجا المستشفيات العاصمة اللي هي منكوبة، اللي بالنسبة ليا هي أقبية وليست مستشفيات موروثة عن العهد الاستعماري بصفقات مغشوشة وإلى آخره، يعني وما خفي أعظم على بالكم كامل حال المستشفيات الجزائرية. يجمعوا لهم في الدشرة تاعهم ولا في الدوار تاعهم قليل من المال باش يقدروا يجيو، هذا لا سعفهم لحد ما عندهم حتى واحد. يشوفوا الأقرباء تاعهم يعانون في الصمت، ونحط قدام الصورة أي مواطن جزائري يتقاس وليده ولا باباه ولا يماه وما يقدرش يديه وين يديه، يقولوا له ما كاش بلاصة ويروح يدور به مدة أيام وأيام، ومن بعد كي يلحق وإلا كان عنده الحظ يلقى حصة يعني تاع علاج بالكيمياوي ويشوف الآثار ويتألم معاه أنه الله يبعد هادشي على كل واحد، كيفاش يتحرق بالعلاج هذا وكيفاش شعره يطيح في يده وكيفاش يبات ليالي هو يتقيا وما يلقاش تامر حاد عزكم الله، والله ما يلقاه في المستشفيات، يعني بدا يطلب يجوز منه في لي كولوار وتلقاه مرمي هكذاك فوق برونكار مصدي هكا واحد ما داري بها. المهم كارثة كارثة بأتم معنى الكلمة، وحنا رانا أهل القطاع ونعرفو. كي كانت زاير عندها دراهم ما بناتش مستشفيات، ما نسناوش دوكا يتبناو، الكارثة راهي عظمى. وفي هذا الوقت بالذات كيفاش تحس بالمواطن ما يحش بالظلم والحقره والتهميش وهو يشوف باللي كاين ناس يتبعثوا للخارج على حساب الدوله، وفي جل يعني في جل ازمه والحدود مغلقه، ما فهمناش مغلقه تماما تماما، الناس على جال هاد الحدود تابعوا الجنازات تاع الاهل تاعهم على كاميرات الهواتف، فيما كانت بعض الرخص تتمد وعمال اجانب يدخلوا للجزائر والناس ما يقدرش يدفن باباه ولا يماه، ما يحس بالجماعة غير اللي كواتو. الناس عندها دراهم باش تروح تداوي، الحدود مغلوقة يقولها ما تخرج بدراهمه، هو مطلب حتى حاجة يقول لا ما تخرج، الحدود مغلوقة والحدود مفتوحة لبعض الناس، ما فهمناش هذا الظلم وحقرة وشيء فريمون يعني يؤلم جدا. وهذا اللي حابين نقوله اليوم، بلي كاين الاف الناس كيما صالح وقروت وكيما راح للخارج لازم هما تاني يروحوا للخارج. هذه هي المساواة، عندهم حق كيما الحقوق تاعو احنا كمتسابقين في الحق والواجبات. ونخليكم نشوفوا بلي الاطفال ما عندهمش الفرصه باش يداويو، وهاد الاطفال هما اللي رايحين يكونوا غدوه رؤساء الغد ووزراء الغد، وحنا نهملوهم. روحوا شوفوا مركز بيري ماري كيري في مصطفى باشا ولا المراكز الاخرى لمكافحه السرطان، لا كان مستشفيات في الدول المتقدمه ما يداويوش فيها حتى القطط عافاكم الله، والله ما يديروها القطط، شيء مؤسف ومحزن لتهميش الناس والناس المحدودي الدخل واللي ما عندهمش يعني كما يقول لك ما عندهمش امكانيات، وما عندهم امكانيات يعني في الصحه كامل سواء، ما كاش اللي عنده امكانيات واللي ما كاش. المفروض انه تكون دوله تعود ما تصرف ميزانيات على وزارات فاشله واللي تنهب دراهم، يكون ضامن اجتماعي اللي يعوض لك قيمه التحاليل وقيمه الاخر باش تكون الكرامه تاعك محفوظه، ماشي راح دير شويه حس يبعتك للخارج ما كان ني حاسب ني راقب على الماء العام ونديرو في الشعبويه وانا ماشيين فيها وخلاص. ما بقاش قد اللي فات، ان شاء الله ينتصر الحق، ما بقاش بزاف. كي خرجوا الاطباء يطالبوا بتحسين المنظومه الصحيه باش نكونوا ملاح في العمل تاعنا وباش نحسوا روحنا يعني نقدموا خدمه، ضربوهم في الجزائر، يضرب طبيب بلا حد اي مشكل، ضربوا الاطباء ومن بعد يروحوا هما يتعالجوا عند اطباء اللي في اوروبا، هما اطباء جزائريين. ما ضربوش غير الاطباء، ضربوا المعلمين المربيين اللي هما عماد التربيه، يعني هما اللي قراونا وهمشوهم وهملوهم وعطاولهم اجور زهيده كما الاطباء. ونتج عن هذا تلاميذ تاع هاد المهمشين، الاساتذه المهمشين ما كانش عندهم حد يترباو
وما تاوش حظهم التربية. بعض من التلاميذ هادو ما وصلوا أنه كاين شيخ كبير في عود جدي خرج في مسيرة باش يطالب بغد أحسن ومستقبل مشرق لولاده والأحفاده. ضربوه لكمات لطمات بدون أي رحمة في صورة مخزية تضاف إلى الألبوم المخزي للجزائر الجديدة. ربي شافي كاع مرضى السرطان، ربي يبدل الأحوال نحو الأحسن، وصحة فطوركم والسلام عليكم.